السلام عليكم. شلونك؟ خلاص محمد، شو اخبارك؟ تمام. وين كنت معك؟ بين عنا والله الحمد لله. والله شغل، بتعرف مشغول شوي بالتجارة والوضع. جايب بضاعة جديدة؟ والله جايب بضاعة جديدة. جايب سكيني مثلا رومانس. جايب موديل. شو هذا محمد؟ الموديل كيف كيف هكذا؟ شو هذا؟ هاي ماركة قطعة ثقيلة هذا. ماركة؟ ليش سعره؟ 205. اوه لا لا، انا ما بدي قطعة ماركة، مغلي مغلي. امين؟ انا بدي اخذه للشركة اللي بيشتغل معي، بيشتغل عندي. اسمه ابو عزام؟ ايوه ابو عزام. ايوه شغيل عندك. ايوه يا الو. ايه شو بدك انت هلا؟ اعطيك انا شو طلبك؟ هلا بدي منك تعطيني ارخص قطاع عندك، ما بدي قطع ثقيله مغلي. ارخص قطاع انت بتعرف لما انا بدي اخذ الي ايه، بس هلا بدي اخذه للشب مش عندي. اعطيني ارخص قطاع عندك، بدي بنطلون وقميص ارخص ما عندك. تمام، ارخص قطاع عندي هذا. تمام، يا شورت ايه هذا بس. اعطيني قميص كمان عليه، كمان هيك شغل دروشان. هاي هاي بلوزة بالضبط أحسن. تمام بلوزة خلص. هاي البلوزة والبنطلون. طب لي أنا دي سعر اثنين هذا؟ والله اثنين لك 50 ليرة. 50 ليرة؟ تمام حط لي كيس. اليوم جبت دروشان. هلا بكيف علي أبو عزام. درويش. أي والله. هلا بكيف عليها. درويش. عيد ميلاده لو أنت أخذ له هدية. شغيل عندك نص. ما؟ ايه على قدو جمعين قطع عراس يا عزيزي عم تفتح شي؟ عراس حب السلام عبيك السلام شرفنا شوي 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 الحوادث اللي وصلتك امبارح بالليل بدي اياها اليوم تكون عندي، لانه حكيت مع الشركه قالوا لي حولوا لي اياها لعندك امبارحه، فاليوم لازم تكون وصلت. عم ننتظرك. انا يلا. هل تمام عليك؟ نظفت الارض؟ هاي كشف جاهز؟ قرب القهوه قرب اذا تصير، بس بدي اخذ شوي شوي بس بدي اخذ منك اجازه ساعة لاروح فيها عندي شغله وارجع. شو رح تعمل؟ شغله هيك عندي شغله ضروريه. ما تطول؟ لا لا ما بطول، ان شاء الله اقل من ساعة برجع. تمام يلا عم استناك. يلا تمام. بطريقك بطريقك شو فيها ابو عبدو اذا فاتح خبر؟ تمام ماشي. السلام عليكم. سلام. يا احمد. السلام عليكم. يعطيك العافية يا رب. شلونك؟ شلونك؟ الحمد لله. بدنا بنطلون وقميص فوق أو بلوزة. إيه بنطلون عشان كيف كيفك هذا يا رب. شوف. شو السعر هذا؟ هذا اللي بزبط معك، أنا حقه 25 ليرة. لا أنا ما بدي أبو 25، ما بدي إياها لالي، بدي قطعة ماركة تكون وتيلة. أوف، بدك قطعة ماركة؟ إيه. غالي كثير ها؟ يا دوب راتبك يكفيك. بعرف انه غالي بس ما راح اخذه لالي. راح اخذه هديه لمعلمي انا، مو لالي البنطلون راح اخذه. ايوه امرك مو مشكله، اضطريت تعطيه. شكرا. 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 حلو كثير هذا. بس طبقنا فوق بلوزه كمان، هذا خلص هذا حلو. طب انا فوق بلوزه او قميص يكون شيء تقيل ها؟ شيء تقيل هي مالك كمان. بتجي عليك. تقيلة هي كويسة؟ تقيلة هي. ما في مشكلة، شو السعر صار هذا الكيان؟ هي ب 200. ايه؟ هي ب 100. تمام اخي حط لنا اياهم بالكيس. يا ابن حلال هذول غاليين كثير ها؟ وانت يا دوب يكفيك مصاريفك لاخر شهر. ما في مشكلة، كلها مرة بالسنة ناخذ له هدية لمعلمنا. ومعلمنا غالي علينا كثير، لازم ناخذ له شيء غالي. خلاص مثل ما بدك معلم. ماشي. الله يسلمك، الله يرضاك يا رب. سلمك.
على المولدانكين اجى اخذ من عندي ارخص قطعه. هذا الشخيل عنده اجى اخذ من عندي اغلى قطعه. فعلا الغني غني نفس مو الغني المال. حسنا الله نعم الوكيل.